احتفلت شركة قناة السويس للحاويات بالانتهاء من إنشاء مدرسة للتعليم الثانوي بقرية بالوضة بمحافظة شمال سيناء. تم إنشاء المدرسة بتكلفة $1,000,000 وتم تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم. عملا على توفير تعليم أفضل لأبناء محافظة شمال سيناء، قامت شركة قناة السويس للحاويات بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ببناء مدرسة ثانوية بقرية بالوظة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء. يهدف مشروع مدرسة بالوظة خدمة أهالي تلك المنطقة بسيناء، فبناء هذه المدرسة أعانهم جدا كونها أول مدرسة ثانوية تقام بهذه المنطقة، لذا قمنا بعمل هذا المشروع لأن التعليم هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية، وهذا ما نسعى لأجله. المدرسة دي بنيت في قرية كانت بتعاني الطلاب فيها من عدم وجود مدرسة ثانوية قريبة من المدارس الإعدادية المتاحة في المدرسة في المنطقة، فبناء المدرسة دي هيساعد الطلاب بدل ما يبقى عندي تسرب من التعليم بعد المرحلة الإعدادية، لا ده أنا عندي مدرسة ثانوية تستقبل هؤلاء الطلاب. بدأت المدرسة باستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الحالي، وقد تم تزويدها بكافة التقنيات التكنولوجية من معامل ومعدات تسهم في تقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب. يعني احنا بنوجه تحية شكر وامتنان واحترام وتقدير إلى مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات لما أبدته من صدق المشاركة المجتمعية في بناء صرح تعليمي من أفضل أعتقد المدارس اللي أسست على مستوى الجمهورية. الأول كان مدرسة بعيدة، وكانت الأول ما فيهاش إمكانيات وما كانش فيه معامل وما كانش فيه ملاعب ولا أي حاجة. بعد المدرسة ما اتعملت بقى فيه معامل وبقى مجهزة على أكمل وجه ومكان كل حاجة موجودة نقدر نتعلم فيه. أقيمت مدرسة بالوظة للتعليم الثانوي هدفا لتقديم مستوى تعليمي متميز لطلاب محافظة شمال سيناء من خلال تزويدهم بكافة المهارات التي تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي. ميرنا عادل، أون لايف.